أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. أعرب جلالة الملك المفدى خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال طيب الله ثراه، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالة العاهل الأردني والعائلة الهاشمية والشعب الأردني جميل الصبر وحسن العزاء.